مطار هانغزو آخر التقنيات، كل شيء بالتقنية، حتى الحمامات الله يسلمك. هانغزو هي تعتبر سيليكون فالي مال تشاينا. فيها طبعا احسن الجامعات اللي عليها تقدير عالي. يركزون الحين هم في الصين وايد على الروبوتكس، جزء من الروبوتكس وطبعا 3D بعد في كل مكان، عشان يشجعون ابنائهم على استعداد للمستقبل. من اشهر محلات حق الروبوتكس. Very large park, huh? This one? It's a river. Hmm? It's a river. River, yes, okay. And nice park also. شو الأمان بنجاح إن شاء الله. وهو شوفوا الآن عندي أمثلة كويسة جدا. I'm very proud بأنه معي بنتين سودانيتين يعني بهذا المستوى. ريال انتربرنورز يعني صراحة أفكار طيبة وكويسة، ونتمنى لكم كلكم النجاح إن شاء الله. على أي حال الفرصة عندكم ونحن حاضرين لكم. شكرا جزيلا. لا أنا هنا أوصل حق الفاينل. إذا وصلت حق الفاينل لك ميدالية يا فضية يا أو ذهبية، فالحمد لله الله وفقني وحصلت ذهبيتين و برونزية في أمريكا، وفي المكسيك ذهبية وفضية. صفقة صفقة حق أبو عبد العزيز. استاذ عاد ما كنتم وياي في صلالة، قلت لهم قصة طويلة وعريضة، إن شاء الله لنا اللقاء بعدين بنقول لكم. لا لا لازم لازم. وكنت من وصلت أوصل حق بطولة العالم، عندي هدف ثاني أبي أحققه، يعني بالي أنه ما أبغى أستمر، لأنه في اللعبة نفس ما نقول كل واحد يقدر يوصل، ولكن منتين هذا الأصعب. هاي الأصعب، الحفاظ على المستوى، حفاظ على المستوى هاي أصعب شيء. حتى لو كنت في البزنس، بزنس تايكون لازم تروح تتواصل إنك تكون ما تقدر. فنفس الشيء في الرياضة، إذا أنت ما واصلت على نفس المستوى وأكثر ما بتتم في التوب. أفضل مثال هو يوسين بولت. يوسين بولت هو اللي تم 12 سنة في القمة وحقق 9 ميداليات ذهبية أولمبية، يعني ما حد سواها. اللي يعرف يتابع الرياضة هو الوحيد. بس الحين خسر، الحين في الفترة الأخيرة خسر. هو في الفترة الأخيرة خسر، لأن هاي الأمور هو أوريدي، لأن في عقود في الرياضة أنك أنت لازم تواصل كذا تلعب كذا بطولة، لأنه هو أوريدي خلص في وين؟ في أولمبيات ريو. هيز دان، ما بس خلاص هاي البطولة بيشارك بس كذي. هو خسر نفس ما تفضل الدكتور، هو خسر بس هو خلاص خد 9 ميداليات ذهبية ان شاء الله، يعني خلاص. فهاي الريكورد ما حد حطمه للحين. فهاي عن الرياضة شوية عشان طلعتكم من البزنس. الرياضة حاليا انا قاعد احاول ان اخذ اوبورتونيتي واغلبكم كلكم في البزنس. شفتوا شلون؟ بنروح على الرياضة. من ولا 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 اكتيفيتي سويته في البحرين ترى، ها؟ دايركت وين؟ تشاينا. راح من فوق. نحن بروح رياضية، ها؟ نتعامل معك ونقبل التحدي. انا عندي بس سؤال، انا ودي يا جماعه يقول اللي يتكلم يقول لنا كم سنه صار له في البزنس، يعني او انه هو يحاول يكون في البزنس، يعني اللي صار له اكثر من 3 سنوات ترى نبي نتعلم منه كثير، لانه هو التحدي الكبير انه نكون احنا نستمر اكثر من 3 سنوات. الثلاث سنوات معروفه هي الاصعب، يعني اللي 5 سنوات بعدين هاي 7 سنوات هذه معناته لازم يعني هو مدرسه اللي تم.
فاللي صار له اكثر من انه ودنا نسمع منه اكثر. دكتور بس دقيقه. طبعا انا دراستي بزنس، بكالوريوس وماجستير قاعد ادرس بزنس، بس مجالي رياضه. ما لا لا اوكي اوكي. انا في البزنس من 2008. اوه عمده. عندي سناب اسمه دلني على السوق، سنابي يدل الشباب والرياضيين ويلهمهم. ما ادري اذا في احد من الشباب يتابعني هنا. بعطي المجال للاخوان عشان اختصار الوقت. المين ريزون اني جيت هنا ابغى علاقات، اتعرف عليكم ونكتسب من خبراتكم. كل واحد ما شاء الله من بلد، وكل واحد جاي من فيلد معين. نعم من فيلد مختلف، ديفرنت بزنس فرايتي. سعيد اني اكون معكم واترك المجال البقية. شكرا شكرا دكتور، حياك الله. شكرا سامع حق دكتور. الازمة هاي يا انه يروح يسار او يمين، فانا اخذت اليمين وتوفيق من رب العالمين. بس حلوه انا سمعتها. صفقه اوكي سمعتها بي الصبح. لا صفقه حق خالد حق هاي الشيء، لانه فعلا التحديات بالعكس التحديات تصنع انسان او تهدمه دائما او تهدمه. شوف هو في رابط بيني وبين رب العالمين، لو ما هذا الرابط موجود كان تحصلوني الحين طايح في الديسكورد. نعم وانسان فاضي عزابي ما عندي شيء، بس الحمد لله استغليت هالشيء في المفيد ورب العالمين فتح لي ابواب منها. قلنا كل انسان يمر بازمه فتره بينطلق رب العالمين يجهز له الخير. انطلاقتي كانت انا من وراء السناب شات. طبعا انا ما عندي خلفيه وما عندي علم، انا من سنتين كانوا يعلموني واتساب، يعني تخيلوا من سنتين يعني ما عندي موبايل باختصار، تليفون ما عندي. البرنامج هذا يوم شفته حبيت اني اوصل من وراء فكره او هدف، ان رب العالمين انعم على الانسان العقل في نفس الوقت سخر له الماده كيف يربط بينهم ويفيد نفسه واللي حوالينا. فكانت فكره، هالفكره هاي طورت، صرت من وراء الفكره هذه نظمت معارض، قدمت برامج، مقدم برامج، مثلت في تلفزيون، مثلت في سينما قريبا، عارض ازياء، طلعت في مجلات، فتح لي ابواب كثيره، مجرد فكره. فصرت على قولتهم بتاع كلهم الحمد لله، اللي هو الشهره جات من رب العالمين، انا ما كنت ادور عليها. عرض ازياء، عرض ازياء طبعا بس شباب عيبي بسوي لا عرض ازياء شباب يعني. يعني اللي يحط دراجون يصير عرض ازياء يقدر؟ ايه احنا الاثنين فقط. لكن مجال الرياضه خليته حق محمد، ما لي خص في الرياضه. بس هاي باختصار يعني، انه كل انسان يمر في ازمه يحاول انه يفرغ الطاقه اللي فيه في الايجابيه، يفيد عمره ويفيد اللي حواليه. وشكرا. وريهم الشات بتاع الصبح للسناب شات. لا يتابعونا في السناب بس شوف انا والدكتور شو سوينا. دكتور فهد عز الدين عبد السلام المشرف، لا التحيه والله وجهت له الدعوه. طالب هندسه بترول في السنه الرابعه في جامعه شيال. ذاتس اول يعني. اي جامعه؟ جامعه شيال يونيفرسيتي اوف بتروليوم. هني يعني؟ ايوه في الصين. ما شاء الله ما شاء الله. والحين خريج، نرجو لكم الدعوات ان شاء الله. ان شاء الله موفق يعطيكم العافيه ان شاء الله. علمنا صيني علمنا. اللهم امين يا رب، ربنا يسمع لنا. التوفيق ان شاء الله. التوفيق يا رب. السلام عليكم اول شيء، وياكم اخوكم المهندس عمر العلي. اوقف على حيلك. من الامارات. اوقف على حيلك باشمهندس. لا خلها. طبعا لي في التجار لان اهلي كلهم تجار ما لهم في الدراسه. وعندنا شركه مقاولات وفي نفس الوقت اعلامي في نفس الوقت والسوشيال ميديا. هواية على المجال وفي نفس الوقت ما أخذ كورس فيه. وبس جاي هني دعوة كتقليد الحفل كإعلامي بس، وهذا اللي أحب أقوله. وما تجارة شنو عمر؟ في المقاولات. مقاولات أوكي. Very good. شكرا. حياك الله. هنا 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 ladies first. لا 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 هنا هنا هنا. يلا يلا سريع. أيوة. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. معكم محمد الحويل، خير مكان مقلة ودد، طالب جامعي. من أحد أهدافي إن شاء الله الشركة طبعاً في البنية والعقار إن تكون عالمية يوم إن شاء الله من الأيام سوف تكون عالمية. وجاي هنا فرص والعلاقات وإن شاء الله خير، وأتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. أنا ما عندي بسرعة. يلا يا هيبة. يلا conference or a special event
الحين اذا كان عندك برودكتس ولا عندك ايفريثينج احنا بنعمل لك ليفل بروموشن والماركتنج. وماسك رئيس القطاع المؤسسي في السودان للاتحاد العربي للمرأة المتخصصة جامعة القوى العربية، وماسك في الاكزيكتيف كوميتي بتاعت حاجة اسمها انترناشونال فولنتير ويلفير جروب IVWG، وماسك مديرة الماركتينج لحاجة اسمها الضفاف فيليج في السودان تابعة للاريكوم اللي هم ناس رودانا وعفراء والزوايا. اشتغلت كثير في مساعدة الشباب، حس احنا في القطاع المؤسس هدفنا الشباب، مساعدة الشباب في مجال البيزنس وفي كل المجالات والتنمية والتدريب للشباب. السبب من هدفي للزيارة هنا انه اتعرف على ناس الاتحاد بتاع الشباب العالمي للأعمال عشان أجيب أفكار جديدة وأجيب رؤية جديدة وبفكرة جديدة أن إحنا نساعد بها شبابنا في السودان، لأنه بجد الشباب في السودان تعبان شديد نسبة للمحبطين نسبة للظروف الاقتصادية المارة بها السودان. فده هدفنا، ما عندنا طريقة، عملنا دراسات ومشينا حاجات كثيرة وتكلمنا كثير في خلال سنتين، لقينا ما في مخرج لنا إلا عن طريق البيزنس. البيزنس ده في شتى المجالات، في أقل من حاجة، في أقل حاجة أنت ممكن تمرق الشباب ده لأنه الوظائف ما متوفرة وما أفيلابل. فده الهدف. الهدف الثاني، جيت عشان أطور الشغل بتاعنا والمجال بتاعنا بتاع الإيفنتس وبتاع الأدفرتايزين والبروموشن والماركتين والإيفنت، لأنه عندنا فيها حاجات يعني حسي مثلا عرفت إنه ليني مشهورة بالوود، إحنا الوود ده بنشتغل به وحاجات كثيرة، المودلز اللي هي المكتات المعمارية اللي هي بالليزر انجريفين ماشين، وبنشتغل بالراوتر، بنشتغل بها كثير في الإيفنت وبنعمل منها حاجات كثيرة. طب اختصر، شكرا شكرا شكرا. شاء القهوة من تايوان، وهذه أيضا قهوة من فيتنام. منتجات أيضا اللي حق الروائح ممكن نحط مع البلانس بعد، ممكن فكرة زينة. الفندق الثاني في ليني اسمه هاورد جونسون. هذا صورة المكان، البلد كلها عمارات طبعا مثل البلد السابقة هانغزو. هاي غرف الفندق.